ذا فويس كيدز يعلن جوازه وسط صدمة الجمهور. هو مين فينا اللي كان طفل؟ صدمة الجمهور بجواز أمير عموري نجم ذا فويس كيدز تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما فاجئ الجمهور بإعلان جوازه على حسابه على انستجرام، لأنه مهما كبر هيفضل الطفل الصغير اللي كلنا شفناه في التلفزيون. أمير عموري الطفل اللي اتشهر بعد مشاركته في برنامج ذا فويس كيدز 2016 اللي اتذاع على قناة NBC مصر، وكان وقتها عنده 13 سنة، وكان وقتها ضمن فريق النجم تامر حسني، ووصل للمراحل الأخيرة من برنامج ذا فويس، لكنه للأسف الشديد مش هو اللي خد اللقب، بس هو مسكتش واشتغل مع فنانين كبار وغنى معاهم كمان. وبعد البرنامج عمل فيديو كليب مع الفنان تامر حسني ظهر فيه هو ومجموعة من مواهب ذا فويس كيدز، وبعد غياب لسنوات كتير عن الساحة الفنية رجع لعالم الغنى واكتشف في نفسه مواهب تانية زي التلحين والتأليف. ترجع أصول أمير عموري إنه سوري الجنسية، ولكن أهله سابوا سوريا وراحوا لبنان بسبب الحروب الأهلية اللي موجودة هناك، واشتغل وهو صغير بياع عيش في الأسواق لحد ما اكتشف موهبة الغنى وبدأ يغني في المطاعم عشان يقدر يساعد أهله في المعيشة. بعد كده راح قدم في البرنامج، ومن هنا زادت شهرته بشكل كبير عشان صوته الحلو والمميز. وتداول رواد السوشيال ميديا مجموعة صور من سيشن جواز أمير طفل ذا فويس كيدز، ونزلوا الصور ليه وهو صغير في البرنامج معبرين عن صدمتهم بالخبر رغم أنه عدى يومين على الفرح. وجت تعليقات الجمهور على الصور، يعني مين فينا اللي كان طفل؟ أنا كده اتلخبطت، هو لحق يتجوز؟ أنا كنت كبيرة وانت صغير، انت كبرت كده امتى؟ أنا كده عجزت رسمي ما شاء الله عليا، واللي يقول هي السنين جريت كده ازاي؟ ما شاء الله ده بقى أكبر مني، ده احنا مننا لله والله. وطبعا صدمتهم دي كانت بسبب انه ما كملش حتى 20 سنة، وبرغم ان الصور نزلت وانتشرت بشكل كبير إلا انه حرص أمير عموري على انه يخبي ملامح مراته، ورغم انه عدى يومين على الفرح هو رجع ونزل الصور من جديد على الفيسبوك والإنستجرام، وكتب على الصور رزقني الله بك وأيقنت أنك أجمل أرزاقي، ما في مبروك يا حبيبي. قول لنا انت كمان فرحان بجواز امير ولا مصدوم زينا بالظبط؟